العمارة كانت تحتوي على كميات هائلة من الأسيتون والأثيلون والغاز البروبان، إضافة إلى العطور تقدر بأكثر من 140. 140 هي مجموع ما أفرغ في هذه البناية قبل يوم واحد فقط من الحادث، وكان هناك خزين أيضا موجود، فالكمية تزيد عن 140 طن من كل هذه العناوين الموصوفة. كان معالي السيد وزير الداخلية المحترم على تواصل معي على الهاتف، أخبرت معالي بظروف الحادث وبكل ما يكتنفه من مخاطر الحادث. ليس هو الخطر الوحيد اللي كان الحقيقة، لكن ما يحيط به من شواغل كانت لا تقل عنه خطورة. محطة وقود على بعد 100 متر أو 150 متر أقصى شيء، جامعة المستنصرية على مرمى حجر من الحادث أيضا، مخازن زيوت والمحارم الورقية الكلينكس والقرطاسية والكارتون. فمعاليه أمر بأنه توظف كل إمكانيات وزارة الداخلية مع الدفاع المدني. درجة الحرارة نظرا للمواد الموجودة تجاوزت درجة انصهار الحديد، لأنه أقرب نقطة للتقرب كان لفرقنا 150 متر. الإشعاع الحراري كان يمنعهم أن يتقدموا أكثر. إلى أن عملنا سواتر مائية وعملنا جب من خلال العجلات السنوركل حتى بدأنا نقترب من الحادث. في مرحلة من مراحل الإطفاء أخذنا معلومات، بالتأكيد كنا نعتقد بحسب ما أبلغنا بأنه الملجأ اللي تحت البناية كان مشغول بجزء ربع المساحة بهذه المواد، لكن اتضح فيما بعد بأنه الملجأ ربما كان بأكمله مخزون بهذه المواد. لما بدأنا المفردة اللاحقة من خطة التدخل عملنا 8 هوزات، واتفقنا بأنه ننطلق من نقطة شروع واحدة كلها الـ8 هوزات مع رجال الإطفاء حتى نحاول أن نصل شيئا فشيئا إلى قلب النار، مع أن عملية الإطفاء كانت تكاد تكون شبه مستحيلة مع وجود هذه الكميات.